سامي قمصان كابتن سيد عبد الحفيظ نجم نجوم النادي الاهلي كابتن احمد الشيخ مبروك يا كابتن احمد. يعني ردك بيبقى في الملعب ودي من الحاجات المميزه جدا يا كابتن احمد الشيخ، الاصرار بيبان والعزيمه بتبان، الفرصه بتبقى متواجده قدامك بتصر عليها وبتحرز هدف، وده توفيق من عند ربنا. بتشوف الهدف ازاي وبتشوف الاداء وبتشوف الجيم النهارده ازاي؟ والله هو طبعا توفيق ربنا في الاول وفي الاخر، يعني الواحد بيعمل اللي عليه، واكيد طالما الواحد بيتعب وبيجتهد وبيعمل اللي عليه ربنا ما بيضيعش مجهود حد، وانا مش مستني ان انا ارد على حد او ارد على جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، وبالنسبه لي يعني هو رقم واحد بالنسبه لي، ويعني الواحد عمل كتير قوي عشان جمهور النادي الاهلي ده، فاكيد ان انا مش مستني ان انا اعمل حاجه عشان ارد على جمهور الاهلي. يعني النهارده يمكن صعوبته جايه من ترتيب الفرقه ونقاطها وادائها المميز بالنسبه للاتحاد السكندري، لكن كالعاده بنتكلم مع كابتن احمد، شخصيه النادي الاهلي بتفرض نفسها من اول دقيقه، بتخش في الجيم كان في غلق مساحات شويه، لكن الاصرار والثقه الكبيره اللي احنا واثقين فيكم بشكل كبير جدا هي دي اللي حسمت النهارده المباراه. اكيد طبعا بنلعب النهارده تيم قوي جدا، تيم محترم معاه جهاز فني محترم جدا، اكيد نازلين مركزين في الماتش ان احنا ناخده باهميه كبيره، لان هو يعتبر هو رقم اتنين بعديك، فاكيد طبعا هيفرق معانا جدا ان احنا نكسبهم. والماتش النهارده بست نقاط، والحمد لله قدرنا ان احنا ربنا وفقنا في اخر الشوط الاولاني، وبحمد ربنا طبعا وببارك للعيبه وببارك لجمهور النادي الاهلي والجهاز الفني. بتكلم مع الكابتن سيد والكابتن سامي، بيقول له من مميزات المستر ريني فايلر التحضير النفسي بالنسبه للاعبين. انا عايز اتكلم معاك، يعني اتكلم معاك مستر ريني فايلر قبل الماتش، الكواليس دي مهمه قوي يا كابتن احمد ننقلها لجمهور النادي. هو الحقيقه بص، الراجل بصراحه معانا بيتعامل مع اللعيبه كلها واحد، ما عندوش لعيب اساسي ولاعيب احتياطي. اكيد انتوا بتبقوا موجودين معانا في كل الكواليس وفي التمرين، التمرين كله يمكن بيبقى اقوى من المباراه، اللعيبه كلها مركزه، هو مدي الحق للعيبه كلها ان اللي بيجتهد وبيتعب ومركز في تمرينه هيكون موجود معاه، والحمد لله الواحد كان بعيد الفتره اللي فاتت، لكن بفضل ربنا وان انا مركز وان انا عايز اعمل حاجه للنادي ولجمهور النادي، الحمد لله ربنا بيوفق الواحد ان هو يكون موجود، واتمنى ان شاء الله المشاركه دايما لان هتفرق معايا جدا في فورمه المباريات ان شاء الله، واقدر باذن الله افيد النادي الاهلي واسع جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. شكرا يا كابتن احمد. الهدف بلاتينيوم المباراه اللي جايه وبطوله خاصه وفصل كبير اكيد بين بطوله الدوري العام وبطوله افريقيه، دوافع اللعيبه عايزك تنقلها لي، التركيز ازاي وحضور الجمهور اللي ان شاء الله بنتمنى يعني يكون كالعاده 10,000 يكونوا متواجدين يا كابتن احمد. احنا اتمنى 10 مليون والله في الاستاد يعني، بس طبعا احنا خلاص النهارده خلاص المباراه خلصت، من بكره عندنا تمرين ان شاء الله نقدر نركز في الماتش اللي جاي، الماتش اللي جاي صعب برضو، بنتمنى ان شاء الله ان احنا نكسب المباراه وهتفرق معانا جدا باذن الله، وان شاء الله احنا مركزين جدا، وطبعا مستنيين جمهور النادي الاهلي الداعم رقم واحد لينا دايما يعني. حبيبي ربنا يخليك تكلم. بنشكر اكيد من جديد كابتن احمد الشيخ، كابتن سامي قمصان، كابتن سيد عبد الحفيظ. الاداء النهارده يا كابتن اسلام